مرحبا بالجميع، انتم على قناة H2O. انا ارتم وانا ناستيا، واليوم لدينا تحدي شديد وقوي، تحدي النار او الجليد. وخلال هذا التحدي سيكون هناك الكثير من النيران والكثير من الجليد، وفي النهاية سنسير على الجمر المشتعل وسنحتاج الى السباحة عبر البركة الجليدية. هذا يعني اننا يجب ان نبدأ. هيا بنا. التحدي الاول هو الانزلاق الجليدي. سنحتاج الى الوصول لتلك المفرقعات ونفرقعها، لكننا نحتاج إلى البقاء في القمة وعدم السقوط. يا آرتم، هل نبدأ؟ لنفعل ذلك على الرغم من أنني أعتقد أن بعض اللاعبين لم يشتركوا بعد. يا أصدقاء، يرجى دعمنا بالإعجابات وحتى بالتعليقات. هل اشتركتم؟ جميل، لنبدأ ناسيا. 1 2 3. بارد. لماذا هذا الجليد بارد جدا؟ اكتبوا في التعليقات. ساقي متجمدتان. لم يمر الكثير من الوقت لكن اقدامنا شديدة البرودة. حاولي لا تقلبي الترامبولين. ناسيا تقلبينا. انا الاول. لست كذلك؟ هيا وجدتها. يجب ان تتسلق يا ارتم، فالماء بارد. لا اشعر بقدمي. سوف آخذهم منك. حصلت عليها، كيف أفجرها؟ لقد فزت بهذا التحدي. أرتم، آي. حسناً يا رفاق، لقد فزت بهذا التحدي. التحدي التالي لدينا يسمى مصيدة الفئران العملاقة، وسنكون فئران. المهمة هي الجري بطريقة معينة من هذه النهاية إلى أخرى. إذا تمكننا من القيام بذلك فزنا. بالمناسبة ولدت في عام الفئران، لذا سأفوز. حسنا، هلا بدأنا. 1 2 3، هيا ننزلق. أوه، إنه زلق للغاية. لا تدفعني. وقفي. يا رفاق، أعتقد أنني سأبقى هنا لفترة طويلة. لا يمكنني فعل هذا، أحد أصعب التحديات التي واجهتها على الإطلاق. لا يمكنني النهوض، كيف سأساعدك؟ أنا أيضا أحتاج إلى المساعدة. هذا صعب. أنا الأسرع. لا، أزحف من هنا. هيا، لا أستطيع رفع ركبتي. أنا على وشك الخروج من هنا. لقد خرجت أولا. كيف ذلك؟ تحديان على التوالي؟ ناسيا، هذه تسمى القوة الجسدية. ولا أدمغ، لأنني حقا لا أعرف كيف أنظف نفسي الآن. انظروا، كل شيء عالق بي. حسنا يا رفاق، سنغسل أنفسنا ونمضي قدما. هذا مقرف للغاية. حسنا، لقد تغيرنا الآن ولدينا تحد جديد يسمى لفات كعك. بعض اللفات الحارة وبعض النعناع البارد وبعض الحشوات المختلفة أيضا. الذي يأكل أكبر قدر من اللفائف الحارة يفوز يا رفاق. لا تنسوا أن تدعموني بالإعجابات حتى أتمكن من اختيار القوائم الصحيحة. حان وقت الأكل يا رفاق. سأختار أولا. نرى من سيبدأ. طيب، 1 2 3. فزت، لذا سأختار أولا. ما هذا؟ إنها بنكهة النعناع. اختارت ناستيا لفافة النعناع، لذا كان فشلها الأول وتزداد فرصي في الفوز. سنرى. حسنا، سأختار الحبة الأقرب إلى قلبي، هذه. إنها حارة سيئة وجيدة في نفس الوقت. أعتقد أنهم قد رشوها بالفلفل للتو، لكنهم صبوا بعد التباسكو بالداخل. أنا أخشى أكلها الآن. الشيء الأكثر أهمية أن لدي نقطة واحدة. هيا ناستيا. سأخذ القطعة الموجودة في الوسط. حارة. اخترتها حارة جدا. درجاتنا متساوية الآن. أنا سعيدة لأنني اخترتها، لكني لست سعيدة لأنها حارة. الآن دورك. حسنا، أتعلمين ما هو رأيي؟ القوائم الكبيرة هي الأكثر سخونة، لذلك سأتناول الأكبر والأكثر سخونة. استعد. لفة نعناع. لدي الكثير من الفرص الآن. كما تعلمون، على الرغم من أنني فقدت هذه النقطة، فإن هذه اللفائف لذيذة جدا وكان منعشا لأنفاسي. أستطيع تجميد ناستيا. حسنا، لن أستخدم خطة أرتم وسأختار الأصغر. لا بأس به، لكن به كثير من النعناع. حسنا، النتيجة لا تزال 1-1. سأخذ دون النظر. فلفل. 1-2، لذلك أنا أفوز. أنا متقدم ناستيا، هيا أكليها أولا. أريد الفوز، هيا أرتم. إنه في أنفي. فقط لا تطلق الغاز. شاهدوني. كل هذا الآن. لن نأكل من الأرض. دورك الآن ناستيا، هيا. حسنا. لا، ليست حارة. نعم. يا رفاق، تعلمون ماذا؟ لدي نقطتان الآن ولديها نقطة. إذا أكلت لفة أخرى حارة فزت بهذه المسابقة حتما. هذا سيحدد مصيري.
نعم إنه حار. لقد خسرت مرة أخرى. شباب لقد فزت، بقى لدي نصف لفة، اسمحوا لي أن أنهيها. نحن نتقدم مع البهارات في حلقي، ولدينا التحدي التالي المفزع ويسمى الطريق المجنونة. والهدف من هذا التحدي هو أننا بحاجة إلى حمل هذه الأوعية بالثلج والماء الساخن حتى خط النهاية. من يجلب أكبر كمية يفوز. وسأعترض طريقكم للتأكد من أنه لا يمكنكم إسقاط قطرة حتى النهاية. قرروا من سيبدأ من خلال الحجر والمقص والورق. حسناً لنبدأ. واحد اثنان ثلاثة. حسناً اختر الوعاء الذي ستحمله. لا أريد أن أتعرض للحروق، لذا سأختار هذا مع الثلج. عفواً ليس لدي خيار. أوه إنها سخنة جداً. مجرد المشي بها صعب جداً. أنتم مستعدون؟ إذا سقطتما مبكراً فسيتعين عليكما العودة إلى البداية. واحد اثنان ثلاثة. لا انتظر، قف لا تفعل. لا. لا. لا تفعل. ظهري. هذا مؤلم. انتظر انتظر حتى اصل. انتظر، متى سينفد منه الرصاص؟ لا 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 تضربني. حسنا يا رفاق، هذه آخر محاولة لكما، وإلا ستخسران هذه الجولة وسيحصل أحدكما على ثلاث رصاصات. لا أستطيع. لقد أوشكت الوصول إلى النهاية. لا، من منا تبقى لديه القليل من الماء؟ دموعي أكثر من هذا الماء المتبقي. حصل كلانا على نفس الكمية ناستيا، ما المقدار؟ أنا صاحبة أكبر كمية. لقد خسر آرتيم، وذلك عندما أدركت أنني عانيت عبثا. يدي تحترقان، حقا تحترقان. حسنا هيا بنا لنذهب الآن. نحن في جولة تالية، لدينا تحدي اسمه تحدي حظ آرتيم. ترى أربعة بوبرز هنا، ولكن ما هو الخطأ معهم؟ واحد منهم معيب. سنقوم بفرقعة المفرقعات، الفارغة صاحبها هو الخاسر، لذلك هيا بنا. يجب علينا أن نقرر من سيبدأ أولا. هيا. واحد اثنان ثلاثة. أعتقد أنني سأختار أولا، لأنني الأول في هذا التحدي وفي هذه الجولة أيضا حتى الآن. أين المنطق؟ حسنا لنتحقق. فارغة. لا. نعم. لقد اخترت بابر محدودا مليئا بالحلويات، التوتر يزداد. اختار الذي في الوسط. لا تطلق النار على المشغل، احذري. ليس به عيب، ازدادت فرص فوزي. هيا يا آرتيم اختر واحدة. انظروا لقد بقي اثنان، الآن يمكن أن يكون أي منهما معيبا. إنه المنطق. حسنا دعونا نلتقط ونفرقع هذا. واحد اثنان. يا إلهي أنا خائف. لقد خسرتي. غير معقول، إذا بقيت الفارغة. دعونا نتحقق إذا. هيا. حسنا سوف نرى، من فضلك هيا. دعيني أجرب. لا إنه يستدير، إنه معيب. والفائز مرة أخرى في هذه اللعبة هو أنا. أتمنى أن أفوز في التحدي القادم. حسنا يا رفاق، التحدي التالي الذي سنواجهه هو كتلة الجليد. والهدف من هذا التحدي هو كسر هذه الكتلة إما بالمطرقة أو بمفك البراغي، وفي الداخل سوف نجد النقاط التي من المفترض أن نكتسبها في هذا التحدي. في هذا التحدي سوف تكون لدي فرصة للفوز. هيا. لا تنسوا يا رفاق أن تضعوا لايك لتجعلوني أفوز على ناستيا في هذه الجولة. ولكي أتمكن من الفوز لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. حسنا دعونا نقرر من سيكون أول من يكسر الكتل بالمقص والحجر والورق. واحد اثنان ثلاثة. حسنا اختاري. أوصيك بصدق بمفك البراغي، إنها أداة مريحة للغاية وتصلح لكل شيء. ثم سوف تأخذها. وسوف أخذ المطرقة لأنها أثقل وأصعب. ناسيا لدينا 5 دقائق فقط لكل كتلة. سأقوم به في دقيقة واحدة. سنرى الآن. باردون جدا. لا تضربي رجلك بالمطرقة ناسيا. حسنا إنها ثقيلة، أرجو ألا أكسر شيئا آخر، لذا سأجرب. هيا. حسنا افعليها. من المحاولة الأولى، والآن أنت صعبة ناسيا. هنا لقد أخرجت البالون، لنرى كم عدد النقاط التي حصلت عليها. لا أعرف، أنا بحاجة ل حسنا علي إخراجها أولا، سأستخدم أسناني. أخبرتك أن تأخذي مفك البراغي. هذا مؤلم. أوتش. حسنا ماذا هنا؟ ماذا لدينا هنا؟ ثلاث نقاط.
لدي 3 نقاط يا رفاق، أعتقد أن هذه نتيجة جيدة. أعتقد أن الكتل التي يسهل سحقها تحتوي على نقاط أقل بالداخل. باتباع هذا المنطق سأختار المفك. حسناً، أنت تعرف أن رجلاً حكيماً قال إنه إذا أردت أي شيء يمكن أن يصبح مطرقة. حسناً، 1، 2، 3. حسناً، يجب أن أحذر من إيدي العيون. حسناً، أنا قريب جداً. هذا يكفي، تعال يا أرتم. إنها آنة جيدة، مثل المطرقة تماماً. أمل أن يكون هناك الكثير من النقاط. ما الخط؟ إنه لا ينكسر. سأحاول أن أكون نحاثاً، أصنع تمثالاً من الجديد. لن يكون تمثالاً جيداً. أرتم أسرع، الوقت ينفذ. أنا قريب، أستطيع رؤيته بالفعل. هنا انظر إلى الزاوية. تذويبه أسرع من كسره. بقيت دقيقة واحدة. انتهيت من نصفها، يمكنني إخراجها الآن. هذا هو، لقد فهمت. هيا أسرع. أتمنى أن يكون هناك 0 أو حتى -5. وأمل حقا ألا تذهب كل جهودي سدى. ها هي. 2. كان لدي 3 رجال. إذن لم ينجح منطقك يا أرتم. لدينا مطرقة أخرى هنا وزردية. أعتقد أنكم جميعا تعرفون ماذا سأختار، المطرقة، لأنها الأفضل على الإطلاق. تعلمين ناسيا أنها صغيرة وسيصعب كسرها. نعم أيها الذكي، سأخذ هذه المطرقة بعيدة لتجنب الغش. حسنا، سأحاول من هذا الجانب أولا، ثم أستخدم هذا لكسره. أنا خائفة. ناسيا والمطرقة، التحدي الأكثر صعوبة. 1، 3. 3. أوبس. 2، 2. أوي. ناسيا، كوني نجارا جيدا. كان صعبا بالمطرقة الأخرى. بارد. ناسيا، لقد اخترت المطرقة، كيف يمكنك أن تفشلي في كسرها؟ أي عيني. على مهلك. ناسيا عدوانية جدا اليوم. هذه آخر واحدة، هل أنت مستعد؟ 3. 30 ثانية على نهاية المباراة. 30 ثانية وأنا لم أكسرها بعد. ناسيا، يمكنك إخراجها. 10. إنه 9. هنا. 8. 7. أوي. 6. 5. 4. حصلت عليها. هو 3. ناسيا، تهانينا، لقد تمكنت منها على بعد 1 ثانية فقط. أحلم، أمل أن يكون أكثر من 15. ما زلت أعتقد أنه سيكون هناك 0. سنرى الآن. إنها 1، على الأقل ليست 0. أنا سعيد حقا بهذا، لأنه كان لدينا حقا 1، وكان لدينا 2، وكان لدينا 3. لم نحصل على 0، لذا ستحصل على 0 يا آرتم. أردت أن أقول أنه لم يكن لدينا 4 بعد، ولكن أنت تزعجيني. هذه الكتلة يمكن أن تقرر مصيري الآن. أولاً، حاول كسر الحاجز بهذه الكماشة. ناسيا، سيكون من السهل بعض الشيء كسرها لأنها ذابت قليلاً بالفعل. لهذا السبب سأخذ الكماشة الآن وأرجحها وأستخدمها كفأس. أين الورقة؟ اختيار صائب. محاولة واحدة ليست كافية، المحاولة الثانية. حسناً، هيا. إذا قطعتها من المحاولة الثانية فأنت مجبر بإعطاء اللايك والاشتراك. حسناً، دعنا نرى. لقد كسرت الجزء الآخر. سأحاول مرة أخرى، إذا قطعتها من المرة الثالثة فلا تنسى اللايك والاشتراك. عظيم، لقد وفيت بوعدي، حان دورك الآن للاشتراك وإعطاء اللايك. لا تنسوا يا رفاق، 0-0. حسناً، أسنان أرتم أغلى من التحدي. أسنانك يا أرتم أغلى من التحدي. لا بأس. حسناً، لنرى ماذا يوجد هناك. سأرى أولاً. إنها الرابعة، لقد فزت. خسرتي. لا بأس يا رفاق، على الرغم من خسارتي إلا أننا سننتقل إلى الدور التالي الذي سيقرر فيه من يفوز في هذا التحدي. شباب، لدينا التحدي الأخير والأكثر صعوبة، حيث سنمشي إما على الجمل المشتعل أو السباحة في البركة الباردة. والذي سيفوز في هذه الجولة سيفوز بالتحدي بكامله. بما أنني فزت، سأختار ما إذا كنت أسبح في البركة المتجمدة أو أمشي على النار المشتعلة. لكوني شخصا سليما وذكيا، سأختار بالطبع السباحة في المسبح. أرتم، سنمرض، علينا المشي أو الجري وهذا كل شيء. على الأقل لن أحرق قدمي ناسيا. لا تقلق، أنا سأجري بسرعة، سوف أفعل ذلك من أجل المشتركين. لذا رجاء يا أصدقاء، أعطونا إعجابات والاشتراك لدعم قناتنا. هل
هل أنت مستعد؟ أنا جاهز كعادة ناسيا، لكن الماء بارد جدا لذا سأقفز دون مزيد من الحليب. ألا تستسلم؟ أوه هيا أرتل هيا، الجو بارد بشكل لا يصدق. بالطبع علمت أن الماء بارد لكن ليس بهذه البرودة. كان ذلك صعبا يا رفاق. أتشعر بالبرد؟ أنا مجمد تماما ناسيا. على الأقل حصلت على نقاطك، لكني لن أخسر. أتمنى لك التوفيق. أنا متأكدة من أنني سأنجز المهمة بسهولة. أعتقد أنني أحتاج إلى السير على ذلك الفحم لأجف وأدفأ قليلا. حسنا ناسيا، مستعدة؟ أعتقد نعم. ناسيا أنا قلق جدا بشأنك، ولكن تذكري أنه يمكنك تغيير رأيك في أي وقت. لا أنا جد مستعدة. يا رفاق لا تنسوا أن كل حيلنا تتم تحت مراقبة محترفين. ناسيا اخلعي حذائك وسنبدأ التحدي. هل أفعلها وأنا حافية القدمين؟ بالطبع هذه هي حالة التحدي ناسيا. حسنا أنا ذاهبة لحرق قدمي. انتظري لقد نسينا شيئا، عصابة العينين لتقليل الخوف عند المشي. هل يجب أن أفعل ذلك وعيني مغمضتان؟ لن تشعري بأي ألم تقريبا. أنت حقا مجنون. هذا هو ناسيا، وأنا سأدور حولك حتى لا تعرفين إلى أين أنت ذاهبة. حسنا كن حذرا لا تفعل ذلك قبل أن أكون جاهزة. حسنا أعتقد أنني قريبة من النار. توقفي الآن، ليكن في علمك أن النار هنا أمامك. أي متأكدة أنك تستطيعين؟ نعم سأركض مسافة مترين بسرعة كبيرة وسأفوز بهذا التحدي. حسنا واحد اثنان ابدأي. مهلا مهلا، ما هذا؟ غير معقول. ناسيا كان الهدف من هذا التحدي هو التحقق من مدى شجاعتك. اجتزت الاختبار لذلك ليس عليك أن تمشي على النار الآن. هذا صحيح، لا يمكنكم تخيل مدى سعادتي بعدم حرق قدماي. أعطونا الإعجابات وشاركوا في قناتنا. وداعا إلى اللقاء.